تعالى بقى نروح لموضوع تاني لطيف بالمناسبة. الممثل المكسيكي الشهير فرانسيسكو جاتورنو بيحتفل بزفافه عندنا في أسوان أهو. طيب احنا معنا على التليفون أستاذ أحمد محمود عبد الغني، المرشد السياحي المرافق لي. ازيك يا أستاذ أحمد؟ مساء الفل، ازي حضرتك؟ مساء السعادة والشربات. أنت المرافق لفرانسيسكو جاتورنو؟ إن شاء الله. إذن فأنت تتحدث الأسبانية بطلاقة ولا إيه؟ سي أبلو إسبانيول. اللهم صل على كامل النور. طبعا أنا ما أعرفش ولا كلمة أسباني غير من شوية المسلسلات اللي أنا شفتها. مهم عندي أن أنا أفهم هذا الرجل جاي علشان يحتفل بزفافه عندنا ليه؟ هو مش زفافه بس، كمان ده عيد ميلاده. زفافه وعيد ميلاده؟ عيد ميلاده كان 12 أكتوبر، احتفل بيه هنا في مصر في أحد النايل كروز في نهر النيل، وبعدها كمان أو قبلها يوم 10 أكتوبر عمل حفل زفافه وزوجته، وهو ده تخطيط من سنين بيخططوا له إن هم ينزلوا يعملوا حفل زفاف في مصر، وكان من المفترض إن هو يتعمل كمان في أزمة الكوفيد، فتم تأجيله مخصوص عشان يكملوا حلمهم وينزلوا مصر، البلد اللي كانت يعني بالنسبة لهم المكان او المقصد الرئيسي والاساسي عشان يعمل فيه حفل الزفاف، اللي فضلوا ياجلوا فيه لحد تحسن الامور والامور العالميه طبعا مش في مصر بس، وانتهزوا الفرصه ونزلوا مصر وعملوا حفل زفاف بسيط على الطراز النوبي زي ما اهل النوبه بيعملوا افراحهم بدون ما يتطرقوا لافخم الفنادق او 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 لا، هم عايزين، هو ده طلبهم، فرح مصري على طراز نوبي على ضفاف النيل في احد اهم يعني بلدان مصر، ويتكاد تكون اهم بلدان العالم في اسوان جنوب مصر. يعني اختيار امثل واختيار بيعدوا له من سنين فاتت ان هم ينزلوا مصر ويعملوا حفل زفافهم. طبعا ده يعني المطلب الرئيسي والاساسي لزوجته ادما ان هي تعمل حفل زفافها. فطبعا دي حاجه عظيمه بالنسبه لهم ان انا اعمل حفل زفافي وابدا حياتي الزوجيه من مصر، وكمان عيد ميلادي اللي هو يعني اذاع في كل الصحف العالميه في كوبا وفي المكسيك، كل الصحف اذاع ان ده من افضل اعياد ميلاده اللي تمت دي على مدار سنين كلها على ارض مصر على ضفاف نهر النيل في مصر. اهو هي دي اول مره كان يجي لنا، ما جالناش قبل كده. لا، فرانسيسكو اول زياره ليه لمصر، ما زارش مصر قبل كده، وزوجته تمام برضو ما زارتش مصر قبل كده، دي اول زياره ليهم لمصر. طيب عندي يمكن سؤالين كده يعني على الماشي زي ما بيتقال. هذا الرجل انا اعلم جيدا انه ممثل زائع الصيت في امريكا اللاتينيه كلها، ممثل معروف يعني. ف الراجل ده كان ممكن يروح يعمل عيد ميلاده في اي حته في الدنيا، ويقدر يعمل حفل زفافه في اي حته في الدنيا. لما جيت دردشت معاه كده يعني قالك انا جاي مصر ليه؟ يعني ايه هو سر انجذابه الشديد لانه يجي يعمل عيد ميلاده وزفافه هنا واسوان ليه؟ استاذ يوسف، دي مصر، يعني مصر ذائعه الصيت في العالم كله، حضرتك 7000 سنه، بلد الاهرامات، بلد الاعتدال المناخي على مدار السنه، نهر النيل، النهر الخالد، النهر المقدس، كمان يعني هم سامعين عن مصر في كل المواقع السياحيه، في كل المواقع الاثريه، القنوات بتاعتنا، القنوات الفضائيه، نقل الاحداث اللي فاتت، نقل المومياوات، افتتاح متحف الحضاره، افتتاح طريق الكباش، بالاحداث والتغطيه الاعلاميه اللي حصلت للحدث ده كله نقل الفكره، ولو حتى ما هو ما عندوش الفكره ان هو يعمل الحفل الزفاف بتاعه في مصر، النقل الاحداث دي كلها والتطرق ليها عالميا في الاعلام العالمي، لا دي بلد 7000 سنه حضاره، دي بلد اهرامات، دي بلد نهر النيل، اسوان، الاقصر، القاهره، اسكندريه، فيوم، سيوه، واحات، صحراء غربيه، صحراء بيضاء، احنا عندنا عوامل جذب. حلو. طب في السريع برضو انطباعه ايه بعد ما جه وشافه؟
انطباعه طبعا يعني هو اول زياره ليه كانت في القاهره في الاهرامات. طبعا احنا متعودين كمرشدين سياحيين اول حد بيزور مصر لاول مره بنسيبه ياخد زي ما بيقولوا كده التتنيحه الاولى. يعني الخضه اللي هو يا نهار ابيض ان احنا ندوشه بشرح بسرعه بسرعه بسرعه، لا دي يا جماعه ده الهرم. هو واقف قدام احد اهم عجائب الدنيا السبعه القديمه وما زالت بقيه حتى الان في مصر. فبنسيبه ياخد للوهله الاولى كده الخضه الاولى، انا واقف قدام الهرم على ارض مصر. فمفيش كلام يتقال بعدها، مفيش كلام. فجيت خطف اتخطف ايجابيا، لا يفتكروا ان احنا حاطين الراجل، جه مخطوف مشدوه يعني. طبعا طبعا طبعا. رائع رائع رائع. طيب لعلها يعني تكون نقول ايه بدايه للمزيد من السياحه بتاعه امريكا اللاتينيه عندنا. اولا خليني اشكرك اولا استاذ احمد محمود عبد الغني. عايز اضيف حاجه ثانيه. اتفضل يا فندم اتفضل يا فندم. عندنا كمان كام يوم حدث المفروض يغطى اعلاميا عالميا، يعني معاك قول لي 100 سنه على اكتشاف مقبره الملك الاشهر الملك الذهبي توت عنخ امون 4/11/1922. احنا بعد كام يوم 4/11/2022، فده حدث المفروض نستغله كمان اعلاميا 100 سنه على اكتشاف مقبره اللي هيتعمل له تغطيه باذن الله، ولا اعظم ولا الطف ولا احلى ولا اروع. انا اشكرك جدا استاذ احمد محمود عبد الغني المرشد السياحي المرافق لفرانسيسكو جاتورنو، واحد من اشهر واكبر واهم بالمناسبه الممثلين في امريكا اللاتينيه. خلي بالك ان امريكا اللاتينيه دي اولا احنا بنتكلم على هذه القاره امريكا الجنوبيه، اصلا قاره فيها حضاره مهمه، فيها مزارات سياحيه خض، فيها كل حاجات حلوه زياده عن اللزوم. فلما يجي لك حد من هناك وبهذا الحجم وبهذا الصيت الزائع، ده معناها انه انت بتتحرك حتى في اطار رواجك السياحي بشكل جيد. سلام سلم لما نشوف الاوروبيين جايين يقضوا الشتاء هنا. انا عايز نوفمبر وديسمبر ويناير شتاء اوروبي في مصر.